بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى الفرض الثاني لمستوى السنة الأولى من تعليم المتوسط، ومع هذا النموذج المقترح بدون إطالة. إذن لدينا الوضعية الأولى، يقول: أربط بسهم كل مقدار بالوسيلة أو الطريقة التي نستعملها في قياسه. لدينا حجم متوازي المستطيلات، حجم جسم غير منتظم، درجة حرارة الجسم، حجم كمية من الزيت، كتلة قطعة نقدية. هذه القائمة الأولى. القائمة الثانية: لدينا المحرار، قياس الأبعاد وتطبيق العلاقة الحسابية، الميزان الإلكتروني، المخبار المدرج، طريقة الغمر. إذن فحجم متوازي المستطيلات يتم معرفته أو قياسه بطريقة قياس الأبعاد ثم تطبيق العلاقة الحسابية الخاصة بذلك. أما حجم جسم صلب غير منتظم فيقاس بطريقة الغمر، أي نضع الجسم الصلب غير المنتظم في إناء مدرج يحتوي على سائل وليكن الماء، ثم نقرأ قيمة السائل ونضيف إليه الجسم الصلب، فنقرأ القراءة الجديدة ثم نقوم بالطرح قراءة الصغيرة من القراءة الكبيرة، نجد حجم الجسم الصلب غير المنتظم. أما درجة حرارة الجسم فنعينها بواسطة أداة خاصة بذلك وهي المحرار. أما حجم كمية من الزيت، فنعينها بواسطة إناء مدرج أو مخبار مدرج. كتلة قطعة نقدية نجدها أو نقيسها بواسطة الميزان الإلكتروني. الفرع باء يقول: أكمل الجدول التالي: المقدار، الرمز، الوحدة، أداة القياس. إذن أعطى لنا المقدار هو الحجم، ويطلب منا أن نجد رمز الحجم هو في، والوحدة أعطاها لنا هي المتر مكعب، أداة القياس هي إناء مدرج. المقدار الثاني مجهول وأعطى لنا رمزه وهو آم، وأداة قياسه وهي الميزان. إذن فالمقدار هو الكتلة ووحدة القياس هي الكيلوغرام. بالنسبة للسطر الثالث أعطى لنا الوحدة وهي الغرام على السنتيمتر المكعب، والرمز هو رو. إذن فهذا المقدار هو الكتلة الحجمية. لم يطلب منا أداة القياس لأن ليس له أداة قياس. السطر الرابع أعطى لنا المحرار والوحدة هي الدرجة المئوية، ويطلب منا أن نجد ما هو هذا المقدار وما هو رمزه. إذن المقدار هو درجة الحرارة ورمزه هو تي. إذن نمر إلى الوضعية الثانية. يقول: عثرت فريال التي تدرس السنة الأولى متوسط على خاتم معدني، غير أنها لم تستطع الجزم أو لم تتأكد من مادة صنع الخاتم هل هو من الألمنيوم أو الفضة. ولتعرف على مادة صنع الخاتم استأذنت في ريال أستاذ العلوم الفيزيائية القيام بالتجارب الموضحة في الشكلين 1 و2 بالمخبر، وذلك باستعمال الوسائل التالية: مخبار مدرج بوحدة سنتيمتر مكعب وميزان إلكتروني والماء. إذن من خلال الوثائق المقترحة يقول: 1، ما هي كتلة الخاتم؟ آم. إذن لدينا صورة تعبر عن الميزان الإلكتروني وموضوع عليه الخاتم، وهو يشير إلى القراءة 27 غرام. إذن فهذه هي كتلة الخاتم، هي آم تساوي 27 غرام. ثم بالنسبة للسؤال الثاني يقول: ما هو حجم الخاتم في؟ إذن فحجم الخاتم في يتم إيجاده بطريقة غير مباشرة، بمعنى نستعمل المخبار المدرج ونضع به كمية من الماء كما هو مبين، ونقرأ قيمتها نسميها V1 التي وجدناها 30 ملي لتر أو سنتيمتر مكعب، ثم أضفنا الخاتم إلى هذا السائل فارتفعت القراءة إلى 40 ملي لتر أو سنتيمتر مكعب. إذن فالآن من القراءتين سنستنتج حجم الخاتم. إذن حجم الخاتم هو V يساوي V2 ناقص V1، أي 40 ناقص 30 ويساوي 10، وهو حجم الخاتم. ثم بعد ذلك في المطلب الثالث يقول: أحسب الكتلة الحجمية للخاتم. إذن الكتلة الحجمية وأعطى لنا حتى العلاقة، يعني يقول: رو تساوي أم على في، أي الكتلة الحجمية تساوي كتلة على الحجم. نطبق عددياً، لدينا كتلة الخاتم هي 27 وحجم الخاتم هو 10، نقسم 27 على 10 نجد الناتج هو 7.2. بما أننا وجدنا الكتلة الحجمية للخاتم هي 2.7 معذرة غرام على سنتيمتر مكعب، وقال بالاستعانة بالجدول الذي فيه قيمتين لمادتين لاحظ وقارن واستنتج. إذن الفضة كتلته الحجمية 10.5، الألمنيوم كتلته الحجمية 2.7، ونحن في الحل وجدنا 2.7. إذن فهذه القطعة من الألمنيوم وليست من الفضة. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.